السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعيني الكرام. تغطية عن سيارة قد صورتها لكم كثير. السيارة هذه تغير شكلها لكن ما زال الشكل القديم مستمر. نيسان ساني كلاسيك 2024 فئة الكومفورت. طبعا السيارة هذه سالفتها سالفة، ليش الحين مستمرة؟ عموما متابعين كرام، يسعدني اشتراككم بالقناة، قناتي متخصصة بالسيارات، ويلا نتعرف على نيسان ساني كلاسيك اللي مسوي نفسه ما يعرفها. فيلا خلينا كذا بحكم 2024 فخلينا نتعرف عليها. بسم الله متابعي الكرام، حملوا تطبيق عماد الدين على اجهزتكم الذكيه، سواء كان جوالك ايفون ولا اندرويد. تقدر تصفح السيارات الموجوده بكامل تفاصيلها، اسعارها وصورها. كان عليك تبحث في متجر جوالك عن معرض عماد الدين وتحمل التطبيق. السيارات كلها موجوده هناك بكامل تفاصيلها مع الاسعار وارقام التواصل. حمل التطبيق. طبعا متابعين الكرام، هذه النيسان ساني كلاسيك اللي من 2012 للحين بنفس الشكل، فيس ليفت 2015 من 14، وما زالت مستمرة على هذا الشكل. طبعا يوم نقول كلاسيك لأن ساني 2020 صار عليها تحديث في شكل جديد نزل، دائما أصوره لكم وعلى حسب الفئة اللي تنزل أصورها لكم. بس نيسان عندهم الحركة هذه عادي جدا، يعني تلقى الفتك نازل، عفوا الباترول من 2010 متغير والفتك مستمر. حتى الباترول السنة الجاية بتغير شكل جديد اللي هو الواي 62 اللي هي اس اي بلاتينيوم، والفتك الى اليوم 2024 موجود. الديتسن من 2007 تقريبا يوم جاء النفارة، و2008 جاء النفارة، والديتسن مستمر الى 2016. وعلى فكرة لو ما صار في تجديد على هيئة مواصفات مقيسة توقع التراكشن وهذه، كان ما زال الديتسن مستمر الى موديل معين. بس الحركة هذه مستمرة عند نيسان، فإنه دائما ينزل لك سيارة ويخلي الشكل القديم مستمر. فحتى الديتسن، يعني ترى الديتسن ترى اسمه نيفارة من برا من زمان، الحين لو اكتب في النت نافارة 1990 طلع لك ديتسن. طيب هذه مستمرة عشان صراحة نيسان عندهم خطة. أنا ممكن لما نزل الصيني الشكل الجديد يكون سعرها مرتفع، لكن في منافسين أمامي اللي هم الكوريين الصينيين، حتى الصينيين يأخذون بعين الاعتبار أن هذه سعرها حول الصينيين. فليش تشتري الصيني؟ أنا موجود، أنا صني، صح شكلي قديم، تقنياتي قديمة، لكن أنا، أنت تقول سعر غالي، أنا سعر كويس حول الصينيين. فهنا 2024 ب 50,025 ريال وبالضريبة، عرفت الفرق؟ منافسينها تويوتا يارس، هوندا سيتي، كياريو، هذول هم أبرز المنافسين. طيب المحرك على التقنية القديمة ما في أي تحديثات، 99 حصان، 1500 سي سي، 4 سندر. الجير على النمط القديم، أوتوماتيك 4 سرعات. الدفع أمامي، اللي يبغى شيء معروف قطع غيارة، هذه قطع غيارة منتشرة، لأن السيارة هذه أصلاً نشوفها باليوم 50 مرة وأكثر يمكن لو دققت. ليش؟ تميزت صراحة بجودتها ورغبة الناس لها وقطعها متوفرة، فهذا الشيء اللي يحبب الناس فيها. وما في بيت ما عندهم هذه السيارة، يعني حتى أنت لو ما عندكم بالبيت مثلها، تعرف واحد خويك أو عفوا خويك أو أخوه مع مثلها، هذه مو في البيت ثنتين ثلاث. طيب شبكة بإطارات كروم، أنوار هيلوجين، كشف الضباب هيلوجين، تطعيمات كروم. هذه فئة تعتبر كومفورت، صحيح حاليا تعتبر هذه الفئة الوحيدة تقريبا بالشكل الكلاسيك، لكن على أيامها كانت تعتبر هذه النصف أو حتى أعلى من النصف. هذه مواصفات مميزة، هذه جنوط ألمنيوم وقزازة بالكامل كهربائي. فعندنا هنا جنوط ألمنيوم مقاس 15 إنش، الكفرات بريجستون، وين المقاس اللي هو يا جماعة الخير 185 مخابة عيوني على 65، وكفرات بريجستون وجنوط ألمنيوم. طبعا الإشارات بالرفارف، الفل الفل الفل، أهلا فيها تيجي بصمة وجد، بس ما عاد هي موجودة، كانت تجي بالمراية. مقابض باب كروم، حتى يوم كانت تجي بالمراية تستغرب يا أخي وش ذا التشوه، متعودين على الرفارف وعودونا. طيب مقابض باب كروم، عندنا هنا الجناح الخلفي، نلاحظ ان هنا مسجلين ساني كلاسيك عشان تعرف ان هذا الشكل القديم بس انه موديل جديد. ثلاث حساسات خلفيه، فيها لمبه ضباب هذه من خلف. نروح لصرفيه الوقود، طبعا ماخذ تقييم ممتاز 16 كيلو فاصل 8، نوع البنزين 91. على ايامها كانت تعتبر ممتازه، لكن حاليا مع المنافسين صارت عاديه، يعني تقييم ممتاز لان المنافسين ممتازه بلس، عندك المنافسين وصلوا 20 وفوق ال 20 كيلو. لكن المنافسين يلا بسم الله 63,000 65,000 ريال.
الآن ننتقل للمواصفات الداخلية. طبعاً هذا الشكل يصنع بالهند، الشكل الجديد يصنع بالمكسيك. هذه الداخلية. الزجاج بالكامل كهربائي سنترلوك، واعتقد الكثير يتذكر قزاز الهندل. وهنا الصف الخلفي، نلاحظ التكاية وفيها مثبت مقاعد الأطفال. طبعا مساحتها الخلفية صراحة تعتبر ممتازة أمام المنافسين حتى هذه اللحظة، يعني هذا الشكل حتى أعتقد أنه يفوز على الشكل الجديد. تكاية عندنا فيها حاملة أكواب، هذه طيب خلاص كذا. والجميل أن فيها مثبت مقاعد الأطفال. عندنا هنا فتحات تهوية، هو شفاط كذا مروحة، هذه قزاز كهربائي. هنا اللمبة هالوجين اللي بالسقف. مرة سيارة كلها بلاستيك، يعني هذا كله بلاستيك. طبعا في ناس تضايق بلاستيك رخيص، هي سيارة يا جماعة، سيارة عملية عشان تكون رخيصة. تبغى يحط لك جلد يحط، ما عنده مشكلة، بس تدفع ما راح تدفع، أو ممكن أنت تدفع بس الفئة هذه ما راح يدفعون. الله، مقفل حق الأطفال. يلا زين القزاز، بسم الله. عبد الرحمن كان محبوس. طبعا كرسي الساق بحركة يدوية لكنه ينزل ويطلع، هذه ميزة جميلة. هذا القزاز بالكامل كهربائي وسنتر لوك. طبعا مكيفها ما شاء الله تبارك الرحمن، من أروع المكيفات. التراكشن، المرايات كهربائية، وهذا هو دركسون السيارة، تصميم ثلاثي. تحكم بنظام الصوتي أو أوامر صوتية بلوتوث ما شاء الله تبارك الله. حركات، على فكرة أذكر ب 2023 جد دفع بدون الحركات هذه. هنا عصا الأنوار، عصا مساحات الزجاج. طبعا هنا الـ RPM السرعة، هنا عداد الرحلات، تانك الوقود. هذا عداد الرحلات. مفاتيح السيارة ريموت، إغلاق السنتر لوك، فتح السنتر لوك، فتح قفل الشنطة، جهاز إنذار. هنا السي دي طبعا بلوتوث، فيها منفذ يو اس بي، منفذ يو اكس، ومكيف السيارة. على فكرة تقدر تركب لها شاشة، يعني في بعض البنات مثلا تحب السيارة هذه وعلى قد فلوسها وتبي سيارة عملية ومعروفة بس مرددها موضوع الشاشة والكاميرا، فتقدر تركب لها بحكم الحجم اللي هنا، يعني تلقى موجود بالسوق. سيارة موجودة قديم، لها قطع غيار ولها كل شيء في السوق مليان، بحكم انها من زمان موجودة. حاملات اكواب الاثنين، الجير اوتوماتيك من اربع سرعات. جماعة ما استهبل، هذه يوم الايام كانت تنباع ب 28000 27000 جديدة، ما حد لمسها. بس طبعا قديم ذا الكلام، 2014 قبل الضريبة وقبل، يعني كانت حتى يعني كان في مشاكل نيسان اذكر ذيك الفتره، مو بالشركه بس الظاهر، والله اعلم، في بالوكله، ما الوكله ويلا بيع سيارات، فكان في عندهم حرق وما حرق. الحين نيسان ما شاء الله يعني كويسه، متحسنه عن اول بكثير، صارت من السيارات الموثوقه. كانت اول نيسان مظلومه، يعني كثير شركات اقل منها صفقتها بسبب الموضوع هذا، فحاليا امورهم كويسه. طبعا كامل بلاستيك، فكويسة ما شاء الله، يعني الموزعين الجدد الاثنين الموجودين بالسوق فأمورهم ممتازة. هنا نرصع فلوجين، شماس الساق فيها مراية، شماس الراكب بدون مراية. الأمن والسلامة بالسيارة فرامل بي اس، نظام الثبات الإلكتروني، حساس كفرات الباقي الساق والراكب، وعدد خمس حزمات أمان، والحافظ الله دائما وأبدا. طبعا متابعيني الكرام، المزايا، السعر الرخيص، المواصفات الحلاوة، وانك راكب من سياره من شركه يابانيه، هذه اهم المزايا، وقطعها متوفره والسياره موجوده بكل مكان، فهذه من المزايا، انها سياره شعبيه جدا وبالقيمه. صحيح يوم نتكلم على 2014 انها ب 28000 ريال، طبعا يصير في تضخمات عالميه وتتغير اسعار السيارات وضريبه وما ضريبه، فاختلف سعر السياره، لكن ما زالت من الارخص. لان الحين اقول لك عطني سياره بشعار ياباني بالقيمه هذه، او بعطيك مثلا مبلغ شوي زياده، ما في، هي مسيطره. انا انافس حتى الكوري، حتى الكوري انا ارخص منه. لا احد يقول لي والله سوزوكي ديزاير ارخص منها، لا، سوزوكي ديزاير وضع شوي مختلف لانها تعتبر فئه مختلفه، ديزاير اصغر من الصري. متابعيني الكرام، قبل شرائك اي سياره، ساني، لاند كروزر، فيكس ار، جيب رولز رويز، سيكل، استخير الله عز وجل، والله يكتب لك الخير
دائما وابدا. العيوب صرفيتها امام المنافسين تعتبر عاليه صرفيتها، لان التقنيات قديمه، غير هذا هو شوفوه اربع سرعات على محرك تقنيته قديمه. لكن الفكره انه هنا ما في تطوير، خلاص النكهه الكلاسيكيه العمليه اليابانيه موجود فيها. هذا الشيء عشان تكون يعني عشان تعرف مثلا، فانت اسال المستخدمين، ما راح تتعذب وانت تسال المستخدمين. سيارة مليانه وعندكم يمكن في البيت اثنين ثلاثه، فسيارة هذه جميله صراحه للمبتدئين بالقياده. ابي يبغى يشتري لابنه في السي تو داخل الثانويه مطلع رخصه، فيبغى يشتري له سياره. طبعا تو داخل ثانويه مطلع رخصه، لا ما يضبط يعني، في الثانويه تو مطلع تصريح فيشتري له سياره، او يبغى يشتري لبنته سياره ممتازه، او حاب يعلم عياله سواقه زوجته وخلاص عنده السيارة هذه ممتازة، تعلمون عليها وتمشي أمورهم، بعدين إن شاء الله لا احترفوا تشتري لهم سيارات أفخم. كذلك فيها ميزة، أنت عندك جمس أو عندك أودي أو عندك بنتلي، ما تبغى تستهلكها داخل مدينة وتحكحك فيها، ممكن تكون سيارة بديلة وعملية، وفي حاجة مثلا في حاجة إنه زوجتك خربت سيارتها وتعطلت، أبغى أخذ السيارة هذه، لا تأخذي الأودي، خذ السيارة هذه تفضل تفتح السيارة. ف يعني السيارات تستفيد منها كثير. متابعين الكرام، طولت عليكم، أتمنى ما أكون غثيتكم، إن شاء الله أعطيكم معلومات، أنا آسف، إن شاء الله أعطيكم معلومات عن نيسان ساني كلاسيك 2024 فئة الكومفورت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.